خلينا نقولها مع بعض. هذا هو كتاب المقدس، أنا أؤمن بكل وعوده الصالحة تأتي على حياتي، لا يوجد فيها تشويش، أنا جاهز كي أستقبل كلمة الإيمان التي تزرع في فتعطي ثمار 30، 60، و100. سوف أتغير بنعمة يسوع، سوف أتغير وبكل تأكيد أحقق كل مقاصد الله في حياتي. أشكرك يا رب اليوم من أجل يدك علينا. تعال يا رب حط يدك علينا هذه السنة، هلأ على كل شخص، كل شاب، كل صبي موجود في هذا المؤتمر، في هذه الكنيسة، وتعال يا رب أنت املك على كل بيت، على كل شاب وصبي وعائلة باسم يسوع. وساعدنا يا رب اليوم أن نفهم الكتب وقوة الله، وتعامل معنا مع خفايا قلوبنا يا رب. هذه السنة ما بدنا ولا شيء يضل مخفي عن عينيك يا قدوس، أو نحن مخبينه أو محتفظين فيه. من لك يا رب اليوم أنت أدخل إلى كل نواحي حياتنا سيدي، حررنا بالكامل، تعامل معنا يا رب واجعلنا خدام لك بحسب مشيئتك. مبارك هو الآتي باسم يسوع. كل شعب الله يقول آمين ثم آمين ثم آمين. هاللويا. أنا واقف عم بوعظ، حسيت حالي بلشت بالمؤتمر. هاللويا من هلا. مجدا ليسوع، مجدا ليسوع. بديك تروح معي إلى كتاب، بعرف كنا عم نحكي عن السلوك بالروح والسلوك بالجسد، وبالحقيقة رح يكون عنوان المؤتمر اللي رح يكون فيه بأستراليا عن ملكوت الله، وأنا فرحان عن هذا العنوان. وطبعا عن السلوك بالروح والسلوك بالجسد رح يكون عندي وقت طويل لأسبوع أني أحكي بإسهاب عن كل هذه الأمور، وأنا فرحان جدا من أجل هذه الفرصة للرب عم بيعطيني. لكن هلأ عقلبي أني شاركك شيء كثير مهم، وهيك كب فيك اليوم فكرة رائعة قبل ما نجي مع بعض نهار الأحد ونكسر خبز سوا، نبلش سنتنا مع الرب يسوع. هاللويا. وكنا سمينا، طبعا سمينا هذه السنة هي سنة الخدمة، سنة كنيسة خدام. ذكر سنة 2005 سميناها سنة كنيسة رعاة للأشخاص اللي كانوا هون بسنة 2005، وأعلننا بأنه هذه الكنيسة تصبح كنيسة رعاة. وبالحقيقة اللي صار بعد سنة من إعلاننا هذه كنيسة رعاة، قطعنا على سنة 2006 وأجينا منا نعمل مؤتمر، لقينا أنه ما عملنا مؤتمر ب2006، كان في عنا حرب، لأنه صار في الاجتياح اللي صار أو الحرب اللي صارت ب2006 بجنوب لبنان، وفجأة مئات ألاف الألاف خلينا نقول الشيعة صاروا عنا بالمنطقة هون بكل مناطق بيروت، والرب حول مؤتمرنا إلى مؤتمر بين الناس بين اللاجئين. وكان عنا وقت رائع بأنه نرعى كتير أشخاص. وبتعرفوا اللافت بالنسبة لي بأنه في كتير قصص أنا وياك منعملها بس ما منعرف نحن شو عم نعمل، بعدين منبقى عم نعرف، بعدين الرب بيبقى بفرجينا شو عم نعمل. وواحد من القصص الرائعة كمان اللي صارت هي بسهرة، عفوا باحتفالات عيد الميلاد ورأس السنة، وبهذا القبيل من جديد أنا بدي عايد إخواننا الأرمن، ولكن أيضا بدي أشكر الرب على كل شيء صار بهذه الكنيسة بهذا الوقت، على كل الاحتفالات اللي صارت، على كل اللي عملناه بوقت ليلة رأس السنة. بدي أشكر الله على الخدمة اللي عملوها الأشرز والسيدات وخدمة الأطفال. بدي عن جد نعطيهم من جديد زقفة كتير كبيرة لهدول الخدمات والقيمين عليهم، أرشو، نجوى، وميشا. وبدي أشكرهم من كل قلبي، بدي أشكر الرب عليكم على خدمتكم. متوقع بأنه السنة القادمة نكون أحسن وأحسن في حال المسيح تأخر وبينا طيبين، منكون طبعا عم نعمل بعد أحسن وأحسن. لكن الشيء اللافت بأنه خبركم عن قصة واحدة من الأخوات، بالحقيقة ما قدرت أحكي كثير عن الموضوع أسبوع الماضي لأن كانت بيناتنا هون بالكنيسة، وتشكر الله بأنه هذه الأخت عم تبلش تجاه كنيسة. أخوة 80 أو 85% من الناس اللي خدمناهم بنهار عيد الميلاد، احتفال عيد ميلاد، هن منهم مسيحيين بالاسم، وهن بالحقيقة من خلفيات كلها خلفيات غير مسيحية. واتفاجأت بأنه أنا عم بهرب لروح على المكتب بهذا النهار بأنه اتقابل مع واحدة من الأخوات اللي بدموع عم تحكيني ودموع عم بتكر من عيونها بأنه صار ثالث مرة بتجي على كنيستنا بهذا الوقت بعيد الميلاد لتاخد كدويات. وبالحقيقة قالت لي أنا السنة مش جاي أخد كدويات، قالت لي كنت ناطرة بس الدقيقة اللي بتلقط أنت الميكروفون بلش تحكي. قالت لي مع كل الضجة، مع كل شيء عم بصير، كل كلمة بتحكيها بتخرق لقلبي من جوا وفي شيء بصير بحياتي. ما بتعرف أنا بالنسبة لألي، أنت ما بتعرف شو عم تعمل،
بس الرب عم بيعرف شو عم بيعمل. وبتعرف قال انا كنت ناطره كل هالدقيقه، جوزي ما بيحبني اجي لهون، رفقاتي عم يضحكوا علي، لكن انتم عم بتصلي انا بلشت صلي، قاموا هن تركوا افتكروا عني مشركه وقالوا عني اشياء ثانيه، بس انا بعرف اول ما فوت على هذه القاعه بحس بسلام غير عادي. والحلو الحلو انه بيجي بيسالوك انه فيني اجي مره ثانيه، بلا اتخيل لا ما سوري ما بتعرف. يسوع مش مسيحي، وهذا الشيء اللي لازم نخبره لكل الناس. يسوع هو لكل الناس، يسوع بحب كل الناس، هكذا احب الله العالم وبده يخلص كل الناس. تعرف قديش بينكسر قلبك انك تعرف اشخاص بعز الشباب وبتعرف هيك بتشوف مناظرهم، شفتهم على التلفزيون، بامانه ما قدرت اوقف ابكي، ما قدرت اوقف دموعي تنزل لما شفت مناظر الشباب رايحين يحتفلوا بليله راس السنه لكن ما رجعوا، رجعوا بصناديق. تعرف مين كان متوقع؟ في شي حدا من هدول؟ لو تيجي انت مثلا، لو في 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 وحده كانت متوقعه، هلا ما كانت متوقعه بس كانت قلبها ناقصها. هلا بصيروا دائما يحكوا انه قبل ما بعد واحد يموت وفلان كان حاسس وفليتين حس والى اخره، بس تعرف لما بتيجي واحد، لو انت هلا بقول لك سوري جهاد الرب يعطيك طول العمر بس انت صديقي مشان هيك فيني اقول هالكلمه تعالى، بس افترضنا لو انت عارف بعد عندك 5 ايام تعيش، شو بتعمل بالخمس ايام؟ لو الواحد بيعرف بانه بكره انا ما راح اقوم، مين بيقدر؟ تعرف ابن 26 سنه كامل اللياقه البدنيه مثلي يعني، عم ضحك؟ ايه هون عم ضحك. انه انا لما كنت 26 سنة يا كنت منفوش. ابن 26 سنة عن جد كان واحد مدرب رياضة، اثنين مدربين بالحقيقة، ان كان الي وان كان اثنيناتهم بيشتغلوا بيدربوا فتنس وبيعملوا بينتبهوا على صحتهم بياكلوا. مين يعني شو الاحتمال انك تفكر بانه انا بكره ما برجع؟ شو الاحتمال تفكر بانه انت بكره ما رح تقوم؟ تعرف لو الانسان لك يسوع، لو بيعرف الانسان متى ياتي اللص لسهر وصلى، لو انا وياك بنعرف متى ياتي اللص لكننا نطرنا وسهرنا، قال لكن يوم الرب ياتي كلص بالليل غدا تطلب نفسك منك، مين بيعرف؟ تعرف اذا انا هلا بسال كذا واحد هون سؤال، هل انت من العذارى الحكيمات او من العذارى الجاهلات؟ تعرف بالنسبه لألي كثير لافت بانه يسوع لما عطى هذا المثل ما اجى قال كان في عذارى وكان في زانيات، قال كان في 5 عذارى وكان في 5 زعران نايمين مدري وين وشو عم يعملوا، لا قال كلهم عذارى. تعرف بالنسبه لألي بانه ما حدا عم يعمل شيء غلط، كلهم عذارى وكلهم ناطرين العريس وكلهم عندهم انديل، لكن في منهم يعني بتعرف لما تيجي بتفكر بانه ما في حدا منهم، يعني يسوع ما اجى قال، بعض الاحيان نحن بنفكر بانه انا شو عم بعمل هو اللي عم يخرب بيتي، بالحقيقه الاشياء اللي ما عم تعملها هي عم تخرب بيتك، مثل هذا الغني اللي خبرتك عنه من فترة، بأنه الغني بالكتاب المقدس بيقول ما قال عنه هذا الغني اللي كان قاعد على باب بيته أليعازر وعم بيشحد على باب بيته كل يوم، ما قال عنه الكتاب المقدس للغني بأنه كان حشاش وأمرجي ونسوانجي وهذا الغني البلا أخلاق، لا ما قال هيك. تعرف نحن دائما الصورة اللي بتشوفها بأنه كل واحد غني يعني كل واحد بلا أخلاق، لا مش بالضرورة، في كثير اغنياء وادم كثير وحبوبين ولذيذين وما بيعملوا شيء غلط، مش ما انت مفتكر، لكن المشكله مش شو عم تعمل، المشكله شو اللي ما عم تعمله، مش شو عملت، المشكله هي شو اللي ما عم تعمله بس كان لازم تعمله. وبتعرف بانه شيء مدهش بالنسبه لي بانه هدول العذارى كلهم نعسوا وناموا كمان بقول الكتاب، يعني بتعرف لفت بانه مش انه في 5 سهروا و5 ناموا، 5 زعران، 5 اوادم، 5 غشاشين، 5 عزارة، لا قال كلهم عزارة، كلهم معهم نديل، كلياتهم ناطرين العريس يجي، وكلياتهم نعسوا، وكلياتهم ناموا. لكن الفرق بانه في 5 معبى مصابيحهم بالزيت، وفي 5 هاملين حياتهم الروحيه ما عم بيعملوا شيء غلط، ناس كثير. طب طلع هدول الشباب، طلع فيهم رائعين حبوبين اولاد عيال
مرتبين، طيبين، يمكن لذيذين، تعرف علينا تقول واه شو الشباب الحلوين، شو الصبايا الفهمانين إلى آخره. لكن تعرف الموضوع مش قديش أنا وياك مهذبين، لكن قديش مليين مصابيحنا بالذات. سؤالك، سؤال لك الواحد اليوم هون أنك أنت تفل فيه من هذه القاعة، بديك تطلع بهذا السؤال اليوم، هل أنت جاهز أنك تتقابل مع العريس؟ هل أنت جاهز تتقابل معه؟ لو اليوم الرب بيطلب نفسك، لو يجي اليوم بيكون آخر نهار تعرف أوقات بسأل حالي أنا هيك أسئلة، لأنه لما كنت كلية اللاهوت إجا واحد سألني هيك أسئلة، بالحقيقة ما خليني نام يومين، يومين ما قدرت نام، ابكي وصلي وابكي وصلي. إجا واحد هيك كب سؤال وحمل حاله وفل، لقى تنكة كولا وفل. دكتور كان عم بعلمنا باللاهوت، كان كل ما يجي يعلم هيدا أول ما يعمل يفتح الشنطة يحطها هيك على يفتح الشنطة يطلع الكورس، بعدين يطلع تنكة كولا يفتحها. تذكروا كثير مني هذا الدكتور، وين عم يشرب كولا هيك. بعدين قال لنا هيك، قال لك إذا أنت بتعرف يسوع، بولس قال الرب قريب، لا تقلق من جهة شيء، بل بكل شيء الصلاة مع الدعاء والشكر الرب قريب. لو أنت بتعرف، لو أنت مثلا بيظهر لك هلا يسوع وبتبقى متأكد مليار بالمية، ومش أنه واحد هيك أكل فاصوليا ونايم، يعني بتعرف أنه وفجأة صارت معروفة بأنه أنه يسوع جاي التنين الجاي، عندك جمعة وثلاث أيام، شو بتعمل بهالجمعة وثلاث أيام؟ بتعرف في كتير أشخاص بتصير تذكر بتقول بهالجمعة وثلاث أيام روح بعمل كل شيء آخر نهار بتوب. بتعرف يمكن اسمعني عم بحكيك بأمانة، أنا سمعت هيك ناس بتفكر، أنا بهالجمعة وثلاث أيام روح بعمل ببرم بصرف كل شيء بخلص ببقى بالآخر ما بقى عندي شيء غير شورت وتي شيرت وناطر ابيع كل شيء وكذا. في ناس هيك قالت، ونهارها بتوب وبسلم حياتي للرب وببقى ناطر ليجي يسوع. بتعرف يمكن تخلص، بس يا اناني تخلص كمان بنار. بتعرف عم فكر مثلا لو واحد تايتانيك كان في بوت، كان في قارب رقمه 17، هذا القارب الوحيد اللي رجع جاب ناس لمن من البحر. تعرفوا القوارب اللي فلت من التايتانيك لو كلياتها ملوا ناس كان بالحقيقة بيعيش، تعرف كم واحد مات بهذاك الوقت؟ شي 2800، بس بالحقيقة اللي عاشوا كلياتهم طلعوا يمكن شي 400-500 واحد، بس إن لو كل القوارب عبوها كانوا ملوا حوالي 2500 واحد، كانوا خلصوا 2500 واحد، لكن هني قعدوا 8 بالقارب مرحرحين كذا لأنه هدول معهم مصاري قعدون فرست كلاس. تعرف لما بقعد فكر فيها بأنه بس في قارب واحد من من شي حوالي 100 قارب، في قارب واحد بس رجع قارب نجاة ورجع لملم الناس اللي بقيت عم بتعيش، لملمهم وعبى القارب ورجع راح. كان كنا عم فكروا زمان نرجع هلا منغرق إلى آخره، بس إني لو كلهم رجعوا كان ما بقى في حدا بالبحر. يوم أنا بسألك، هل أنت بدك تطلع السماء لحالك؟ عفا تفكر فيها أنا، أنه لو أنه عندي جمعة بعد عيشة شو كنت بعمل؟ كنت بخترق الالبسي، بخترق الامتيفي، بروح بعمل حالة شيء، بطلع بليلة بساعة الزروة لما كل الناس قاعدة عم تسمع أخبار، بقتحم استوديو هني وقاعدين لايف عم بيعلوا مدري شو، بفوت على صلاة الرياضة، بنط بنص الملعب توبة إلى آخر، بعمل جنون. ليه بعمل جنون؟ لأني هبيلة؟ لا، لأني بدي خلص الناس، لأني عارف أنه يسوع جاي. ممكن سؤالي لألك اليوم، أنت هل يا ترى شايف أنه في ناس بحاجة لخلاص اليوم؟ هل يا ترى بتحس بأنه أنت معني بأنه هدول الأشخاص يعرفوا يسوع؟ خلينا أقرأ لك، ليك سؤال كتاب مقدس عن يسوع وبعدين بقرأ لك المقطع بدي أقرأ لك إياه، لأنه أنا وأنت أعلنناها سنة للخدمة. كل واحد فينا هون خادم ليسوع، كل واحد يطلع حدك قل له أنت خادم ليسوع. إذا سألك حدا مين عينك خادم قل له الأسيس شادي نهار 6 شهر عيننا. كيفني معكم؟ يلا كلكم خدام، مبسوطين مني؟
يعني شو بعمل فيه؟ بدي أسألكم سؤال، عم بحكي جد مش عم بمزح. إذا أنت هلا اسمعني بليز، أوكي هيطلع أعطيك إحصاءات، أطلع أعطيك إحصاءات لأن أنا بحب الماتيماتيك بحب الإحصاءات. تعرف بأنه في حوالي هلا بالعالم في حوالي شي 3 مليار وشي تقريبا حوالي 3 مليار إنسان بالعالم بيعلنوا عن حالهم أنه هن مسيحيين. أوكي هذول 3 مليار إنسان بيقولوا هن بيقولوا نحن مسيحيين ومؤيدين هيك عدا ساكر بأنه مسيحيين. بين هالثلاثة مليار إنسان يعني تقريبا نص الكرة الأرضية اللي بيقولوا عن حالهم مسيحيين في حوالي 900 مليون إنجيلي بطائفتهم إنجيليين، حوالي 900 مليون بثلاثة مليار، يعني واحد على ثلاثة بالعالم تقريبا هن إنجيليين. بس تعرف بالإنجيليين في 680 مليون شخص ممتلئ من الروح القدس، حوالي 680 مليون. هلا عم نحكي بالعالم، يعني هدول خمسينيين مثل حكايتك وحكايتي، يعني تقريبا بالإنجيليين يعد الخمسينيين أو الأشخاص اللي هن ممتلئين من الروح القدس حوالي 80% من الإنجيليين كلهم. أوكي طب لما بيجي بقعد فكر فيها بأنه إذا في 680 مليون يعني حوالي بس قول 700 مليون تنفترض، يعني واحد على كل 10 أشخاص بالعالم بيحكي ألسن اليوم. في واحد على 10 أشخاص بالعالم اليوم عايشين على الكرة الأرضية هلأ منتل من روح القدس وبيحكي ألسن. أوكي وبروح على الكنيسة. نيح طب أسأل سؤال، إذا في واحد بين العشرة بالعالم بيحكي بمنتل من روح القدس بيحكي، يعني عندك إذا ما نفكر فيها، إذا كل إنسان بيربح 10 أشخاص ليسوع منكون تممنا المأمورية العظمى ونهينا القضية. تعرف إجا قال مرة بانكي قال منا نعمل طريقة أنه نوصل الإنجيل لكل العالم، قاموا قالوا بنا أقله عنا 3 مليار إنسان منا نوصل له الإنجيل، هدول بقى ما وصل له الإنجيل ما وصل له خلاص 3 مليار. ليك شو قال بانكي؟ قال أنا بتكفل بمليار وأنتوا خذوا بمليارين. قال أنا بياخد مليار أنتوا كم؟ تعرف أنا عم فكر وها عم فكر بإني بدي وصل كلمة يسوع لمليار إنسان مينيمم، لكن أنا وياك عشرة ما عم نقدر نوصل لهم، يعني لأنه الإرسالية العظمى هي مش بس إنك تبشر، هي إنك تبشر وتلمس. ومشان هيك سؤالي لألك اليوم بالحقيقة بكل هذه الإحصاءات عم بعطيك إياها بين كل ناس بتحضر بكنائس اليوم بالعالم، هذا الإحصاء عملوه هلا بالولايات المتحدة بس تقريبا بينطبق على كل الناس بالكنائس، إحصاء دقيق عم نحكي statistics. أوكي قال هيك، قال بين كل الناس اللي بتحضر بالكنائس عامة بكل العالم اليوم 20% اسمعني 20% من هدول الناس بس بيصلهم فرصة انه يخدموا بالكنيسة، 80% من الناس اللي بتحضر بالكنائس ما راح يصير لهم ولا فرصة انه يخدموا بالكنيسة، 80% من الناس. تخيل معي بقى اجي بقى افكر بالموضوع بانه بالحقيقة في مشكلة، يعني هل الرب غلطان هون؟ انه خيي هل الله دعا البعض او دعا الكل؟ الله دعا الكل لكن في مراكز دعاها بس للبعض، شيك شوفكم صح ولا لا؟ اعطى البعض ان يكونوا رسلا، البعض ان يكونوا انبياء، البعض ان يكونوا شو مبشرين، البعض ان يكونوا رعاة، والبعض ان يكونوا معلمين، شيك طيب لكن الكل اذا البعض مش الكل صح؟ طيب إذا الرب داعي الكل لكن البعض بس رح يخدم الكنيسة، إذا المشكلة مش عند الرب، إذا المشكلة بأنه الكل عم يطلع على هذه الخدمة تبع البعض وناسي بأنه الخدمة الحقيقية مش هذه تبع البعض، الخدمة الحقيقية هي برا مش هون. إذا في 20% بس من الناس بتخدم بكنيسة، يعني عم بقصد ناس بترنم، ناس بتوعظ، ناس بتخدم أشرز، ناس بتخدم شبيبة، ناس بتخدم سيدات، ناس بتعمل خدمات بالكنيسة بيكون فعالة عندها دور بالكنيسة، لكن هيدول أشخاص بينعدوا 20% بس من كل الناس اللي قاعدين بالكنيسة عم يحضروا. إذن شو خدمة 80%؟ إذن خدمة 80% هي مش بالكنيسة،
عندهم خدمة هون، بس المشكلة عم يتطلعوا على الخدمات تبع الكنيسة وبينسوا بأن خدمتهم هي بالسوق، خدمتهم هي مش بالكنائس. الله عطيك خدمات، الله عطيك خدمة أنك تظهر يسوع. بدي أسأل سؤال يا أحبة، لو كل مؤمن مسيحي بيعيش مسيحيته حقيقية بالمول، بالشارع، بين أهله، بين الناس. بدي أسألك سؤال، عم نحكي هلأ بلبنان، ما بدي أحكي برات لبنان. قولك لبنان كان خلص من زمان؟ يسوع ب 11 تلميذ قلب العالم ب 300 سنة بالحياة، تغيرت كل الإمبراطورية. ليه؟ لأنه في 11 واحد كانوا مستعدين أنه يموتوا من أجل هذا الإيمان اللي عندهم إياه. شو بكم؟ إيه ولا لا؟ كانوا أخذينها كتير جدية. كان مستحيل أنك تلقط ولا واحد منهم بحالة غريبة عجيبة. كانوا عايشين 100% يسوع. كانوا عايشينه ببيوتهم، كانوا عايشينه بين أهلهم، كانوا عايشينه بأشغالهم، كانوا عايشينه وين ما كان، كانوا عايشين من أجل هذا الهدف، من أجل هذه القضية. بتعرف أوقات بحسد الأشخاص اللي عندهم قضية، بحسدهم. أنا ما بحسدهم على قضيتهم، لأنه في بعض الأواضي اللي عندهم إياها بعض الناس أواضي شيطانية يعني، بس بحسدهم انه هالقد شايفين انه هالقضية مهمة لدرجة بانه مستعدين يعطوا حياتهم كرمال هالقضية. تعرف اوقات بتطلع بانه هدول جماعة مثل داعش والنصرة وهدول ارهابيين، هدول الملانين الشياطين. اوقات بقول يا عمي كيف واحد بيعمل داعش؟ انه انت بلا مخ؟ فاكر انه بلا مخ؟ لا، بالنسبة له شايف كتير منيح بانه هاي هيك صح، هاي قضيته. هلا هاي القضية قضية شيطانية، لكن بالنسبة له مستعد انه يموت من اجل هذه القضية. لكن انت عندك قضية الحياة، وتلاقي حالك منشغل باشياء كثيرة. الشيطان شغلنا كل واحد بقصص كثيرة غير انك تخدم الرب حقيقة. في حدا كان عم بيقول هيك، بتعرف لفت لي نظري، كم واحد منكم بيحضر ناشونال جيوغرافيك تشانل؟ اليوم انا بدي احكي عن الحيوانات. تعرف بوحوش بعالم الحيوان، مش بوشكم اسمعوني يا حبة، اسمعني، بدي وصل لك رسالة. يمكن هذه الرسالة اليوم تغير حياتك إذا عم تسمعني كتير منيح. بعالم الحيوان خي جهاد، ما بتلاقي يعني، أنا كم واحد هون صار له فرصة يروح يعمل سفاري البيضي أبيضون أو مين رايح عايش بين الحيوانات؟ أنا صار لي فرصة بالحقيقة، غير ميسيا لأنه عايش ما عم بحكي ميتافوريك، عم بحكي فعليا، ما عم بحكي بلغة الرمز مش بالميتافور، عم بحكي إذا أنا وأنت صار لي فرصة اني اروح على كينيا. بالحقيقة كينيا هي اجمل سفاري بالعالم. الاشخاص تفكر تروح تعمل سفاري شي مرة، مش بساوث افريكا، انا رايح على ساوث افريكا عامل سفاري، ورايح على كذا محل بافريا، لكن بكينيا هي اجمل سفاري لانه بعدها على طبيعتها الاساس، يعني بعدها خلانج، الارض مثل ما هي ما تغير شي فيها، والوحوش والدواب عايشين هناك، بتحط خيمتك تقعد بيناتهم، تنزل طيارة، ما في مدرج اساسا مطار، حاطين هيك رمل، تنزل طيارة على الرمل وبتنزل من الطيارة، ما في أصلا مطار، تحمل تيبك بتحط الغيمة وبتقعد، وكل يوم في سيارة بتاخدك جيبك بتروح تمشط وتشوف. واحدة من القصص، هلا في قصص كتير بتضحك صارت معنا بهذه السفاري، بس كان في سيارة تانية كمان لحقتنا، بس نحن في السيارة اللي فيها كان في رجال ومرته عم يعملوا شهر عسل، تخيل، بين وحوش البرية بخيمة بكينيا، رجال من اثنيناتهم من اسبانيا، بحبوا اثنيناتهم هالقصص، بقى بيعملوا شهر عسل. في انا والاسيس دان، اسيس دان مفيني، بعدين انا وياه بجيب وهدول اثنين، وكلياتنا معنا تليفوناتنا وعم نصور. طلع واحد صورنا فهد عم بيقتل خنزير، يعني لايف شفناه، يعني هذه لتلقطها، بتعرف قديش بدك تقعد تصلي بالكاميرا لتلقط هيك شيء، واحد عم تشوفه عم تصير قدامك، يعني القصه بقى شغله كثير حلوه انك تفرج شو عم بصير عالم الحيوان. بعدين وقفنا محل ما بيعبروا هدول بسمون البقر الوحشي، اللي هو بسموه البيست، وايلد بيست، بيقطع بقلب النهر
وبصير بغير بلد بالحقيقة. هذه كل سنة بيعملوا هالهجرة وبعدين بيرجعوا بقوا وناطرين وصالين لهم هنيك المسيح. صالين لهم هنيك ونصير انت ناطر هلا بده ينتش واحد هلا بده هلا بصير وإلى آخر عاد عم تشوفوا هاي قدام عيونك أنت عم تصورها عندي على التليفون عم تصورهم. بعد شوي جينا وصلنا حد الأسد. وقفنا هيك والأسد بعيد عنا شي مثلا حد بسام هيك باب شي قديه في 10 متر الأسد هونيك. ووقف الجيب هيك وطفى قال إذا بتحبوا تصوروا صوروا. هلا نحن ما في شي بيحميك بالجيب، جيب مفتوح ما في شي بيحميك. يعني بقى أنا عم بتطلع هيك شوي أنت رفعت إصبعي قلت له أولك مش كتير قريب نحن هلا على الأسد؟ قال لا ما تعطى الهم فيك تصور. قلت له ليش بدي أعطى الهم؟ بلا ليش ما بدي أعطى الهم؟ قال لي لا لأنه الأسد أكل أكلين ونايمين وماشي حاله. قلت له شو عرفك أنه أكل؟ قال لي ما أنا بعرف من بطنه. قلت له بلكي عنده نفخة أنه بدي أطمن أنه ما أنه ما أقول راح لأسيس على كينيا رجع ضام أنه مثلا أو انتهى وين الجتي جي شو شقف الله هاي الجتي شو بقيت مصمص من أسد شي لك هيك تقعد بقلب تمه بتقعد جهاد بقعد أنا وياك بنلعب طاولة هونيك إذا بدك بقلب تم طبعا بس عم بمزح شو ضخم بقعد هيك الأسد قاعدين نحن عم صور بالآيفونات هيك عم صور الأسد مبسوطين بعد شوية شكل جيب التاني حد منا وكل واحد شيل بازوكا صار عم بيصور بقلب تم الأسد كلنا ضبينا التليفونين. مهم إنك تشوف أسد شبعان فيك تقرب حتى قالنا الزلمة قال لو أنا يعني بيسمحوا لي كنت حتى فيني انزل هلا فرجيكم إني بقدر ملحس له للأسد هلا ما بيعمل لك شيء لأنه ما قالوا جليتك أساسا هلا لا نايم وإجوا هدول الأسود الصغار الكابس تبعه يعني الأشبال الصغار قاعدين عم بيناطنطوا على اللبوة وعائلة مثل ما هن بابا وماما وواحد اسمه توني وعم بيلعبوا هالأسود حال منه والفكرة بأنه كلياتهم شبعانين تعرف صار بيقطع من حدهم الغزلان بيتمشوا هن ما مفرومان ما بتمشوا من حدهم هدول الثيران الوحشية بتمشوا من حدهم الزيبرا يعني الحمار الوحشي مش بوشكم بس بتمشوا بتعرف هن قاعدين عم طلع برقبون تقول اف ليك ما عم بينطوا بقتلون ما عم بيعملوا شيء قال لأنه شبعانين فكرت فيها بتعرف امبارح كنت عم بحضر هيك شيء وقال انه شبعانين بتعرف مين الانسان اللي ما بيأذي حدا هو الانسان الشبعان ما عم تسمعوني انا عم بحكي شيء هلا انتم عم تفكروا عم خبركم اخبار بس انا عم بوصل لك شيء بتعرف الناس بتقعد بالكنائس وبتنم وبتسم الاجواء وبتعمل مشاكل وبتحقد والى اخره هذول الاشخاص اللي مش شبعانه الاشخاص عم تنهش بغيرها لانه بعدها مش شبعانه واليوم انا بدي صلي انه الرب يعطيك نظر انه تطلع بدك تشوف قديش في سمك بحاجه انك تتصيدهم مش هون موقعك لانه هون في 20% رح يخدموا بس خدمة 80% من الناس هي مش هون لانه قد ما بدنا نوسع ونعمل ونسوي ونخلق خدمات ونعمل قصص ونعطيك مكانات ومراكز وقصص لعلك انت تلاقي مكانك بالكنيسة حلو تلاقي مكانك بالكنيسة بس في 80% رح يضلوا قاعدين وما عندهم مكان بالكنيسة هذا الاحصاء هيك بيقول طب وين محل خدمتهم هول؟ لو أنا وياك بنعيش مسيحيتنا وعلى سيرة الحيوانات روح معي إلى كتاب أيوب اليوم بدي أحكي عن النعامة والنعامة بعدكم هون؟ قول هاليلويا حدا منكم سامع بالنعامة؟ مين ببيته عنده مخدة ريش نعام؟ ايوه عايدة بتنامي عن مخدة ريش نعام يعني مين سامع بالنعامة؟ على فكرة في النعامة المخدة ريش نعام مفروض انه في نوعين هلا بالرخيصة هي اللي بيعطيك الريش تبع نعام
لكن المخدة الغالية، الأشخاص راح تشتري مخدة غالية تبع ريش النعام، هي من رقبة النعامة. هون هدول الريش كتير طري. إذا حدا رحت بدك هذا نقي له بدنا من الرقبة تدفعها 10 مرات أكثر. بس مهم ليك شو قال بالكتاب المقدس، روح على كتاب أيوب لو سمحت. صرت بأيوب، أيوب 39. أيوب 39 قال هيك، وطبعا واحدة من القصص عم يحكيها أيوب وأصدقائه، واحدة من القصص اللافتة اللي بيحكي فيها أيوب. حقيقة هذه الكلمات انهيت فيها سنة الماضي قريت الكتاب المقدس كله. ومين بلش يقرأ كتاب المقدس على فكرة هالسنة؟ أوكي، سؤال، مين بده طريقة أنه يقدر يقرأ الكتاب كل السنة كل يوم يقرأ مقاطع؟ مين بده البروغرام؟ ارفعوا ايديكم فيه. يلا هلا راح اعطيكم بروجرام، مش راح انطر، بيساعدوني اشرز. يلا خلي ايديكم مرفوعه للي بده بروجرام تبع قرايه البايبل كل يوم بيقرا 3 مقاطع من البايبل، بتخلص كل البايبل بسنه. كيف؟ اذا بتلتزم بهذه الرزنامه بتخلصوا كله بسنه. وانا ما بنصحك تقرا لتنمي معلوماتك، انا بنصحك تاكل كل يوم. كل يوم راح بيكون في ايات تتبارك منها وتخدها معك زويد الصبح. انت وعم تشرب قهوتك الصبح بتاخد منك على فكرة قراءة بين ربع ساعة ونص ساعة كل يوم ماكسيمو. بالإصحاح 39 من أيوب ليك شو قال الكتاب، قال أتثق بعودتي حامل إليك حنطتك ليكومها في بيدرك. بعدين ليك شو حكي الآية 13، قال يرفرف جناحان نعامة بغبطة، يعني بجلال ببهاء. بتعرف لما النعامة، كم واحد منكم شايف نعامة؟ فايدكم شايفين نعامة؟ اوكي، لا نعم شايفها، ببيعوا بشوفها. وين ما بشوفها وقت بترابلس منها فوق، ما بتشوفوا ببيعوا في مربيين في جنينة، انا شفتها مرة في مزرعة نعامات، وفي بالبقع وفي طبعا بافريقيا اكيد، بس نعامة افريقيا غير، بس انه النعامة ضخمة كتير 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 كبيرة. شايفينها؟ حدا شايفها؟ هلا في نعامة صغيرة وفي نعامة كبيرة، بس انه عم نحكي لما بقول لما بتفتح جوانحها النعامة وترفرف. على فكرة النعامة ما بتطير، هي طير بس ما بتطير مثل الدجاجة، بس بتبين لك بانه هي شيء كتير عظيم. واليوم انا سؤالي لكل واحد منا انه نشوف أي نوع من الخدام أنا وياك بدنا نكون السنة، مثل النعامة هيت. لنشوف ليك شو النعامة، ليك شو بيحكي، ليك شو حكي الكتاب المقدس عن النعامة. خيس هاك ليك شو قال، قال يرفرف جناحان نعامة بغبطة، ولكن أهما جناحان مكسوان بريش المحبة. ليك شو كمل وقال، قال فهي تترك بيضها على الأرض ليدفأ بالتراب. على فكرة النعامة ما بتقعد على البيض طبعا، لأنه هي أكبر من هيك، بتبيضهم هي بس وبتحطهم بالأرض تخلي هن يفقسوا. بس هن بالحقيقة 3/4 البيض طبعا النعامة بيروح تحت الإجرين. وهذه السنة هي سنة الخدمة، هي مش سنة انك بس تفقس بيض، هي سنة انك تهتم بهدول البيض حتى يصيروا بمكان ما حياة وعايشين، انك اسمعني يا حبة، انك تفقس بيض شيء كثير مهم، بس انك تقعد عليهم هو الاهم. ما تسمعون، لانه اذا ما قعدت على هدول البيض بينتهوا بقلب همبرجر بشي محل، او بينتهوا بشي مقلية بشي محل. هدول البيضات اللي انفقصوا ما تسمعوني. الاسيس عم بيحكي كتير منيح، بس انتو عم طلعوا فيه هيك عن شو عم يحكي. الله دعاك مش بس انك تفقس بيض، لكن انك تقعد عليهم. لكن اسمعني، عملية انك تقعد على البيض يتطلب كثير من الهدوء وكثير من الصبر وكثير من الحب، ولا ما راح تشوف صيصان عم تطلع.
كثير من الصبر. تعرف شايفين شي مرة كنار قاعد على البيض؟ أنا بشوف لما هذا أهون شيء تشوفوه، لأنه وين ما كان في كنار، شايفين الكنارة كيف تقعد على البيض؟ ما بتخلي جوزها يقرب لهم، بتنسى الأكل، بصير اللذة بصير جوزها يطعميها، لأن أنت هلأ شغلتك إنك تقعد على البيض. تعرف شغلي عالم الحيوان شغلي. والكتاب المقدس عم بيعلمنا دروس من هيدا النعامة. قال النعامة شاطرة بأنه تنفش ريشة. النعامة ليش كمل وقال؟ قال فهي تترك بيضها على الأرض يدفأ بالتراب، وتنسى أن القدم قد تطأ عليه، وأن بعض الحيوانات الكاسرة قد تحطمه. إنها تعامل صغارها بقسوة كأنها ليست لها، غير آسفة على ضياع تعبها، لأن الله قد أنساها الحكمة، لاحظ، ولم يمنحها نصيبا من الفهم. يعني بلا مخ بين هلالين. يعني لكن ضعف لا في شيء بعد أقوى زي ضعف. لم تقعد تفكر بأنه النعامة شغلة كثير مهمة، ولو نعامة نحن ريش نعام قصص. تعرفوا البيض، تعرفوا انه بيضة النعامة، بعطيك علينا هلا ما بتعرف انت، بتعرفوا انه بيضة النعامة من عاج؟ نعامة بتبيض عاج، تعرفوا؟ هلا هذه البيضة اللي بتنفقس تبع النعامة، قشرة البيضة عاج. كم واحد بيعرف؟ هلا صرت تعرف. انا عندي بالبيت بيضة نعامة، بتجيب لكم اياها، عاج. الفيل بيطلع له عاج اثنين، النعامة بتبيضهم، بس ما بتعرفي متن. ما تسمعوني يا احبه. ليش كمل وقال؟ قال كأنها ليس كأنها غير آسفة على ضياع تعبها، لأن الله قد أنساها الحكمة، لم يمنحها نصيبا من الفهم، ولكن ما أن تبسط جناحيها لتجري حتى تهزأ بالفرس وركبه. شاطرة جدا بأنه تركض سريعة، ناس تطلع لها، في ناس استعملتها، لكن هل تستطيع أن تثق بالنعامة بالحرب؟ شايف لك شي جيش راكب على قطيع نعام؟ ما بتوثق فيها، لأنه أول ما بتشوف رمح بتحط رأسها بالأرض وبتدفن رأسها بالأرض، تفتكر أنه ما حدا، لأنه هي مش شايفة حدا، أنه ما حدا شايفها. في مؤمنين نعام وفي مؤمنين فرسان، لكن الفرس، تعرف الفرس ما بيتحرك لو بدك تفوته على النار إلا بأمر من اللي قاعد عليه، من الفارس. إذا بقول له فوت على النار بفوت على النار لأنه بوثق فيه، إذا بقول له نط بنط لأنه بيوثق فيه. الفرس مش نعامة، ما بيحط راسه بالأرض، مشان هيك هو أداة حرب. لكن النعامة أسرع من الفرس، بس ما حدا بيوثق فيها. قال لما ببلش تركض تسبق الفارس والفرس، ما بتشوف حدا قدامها، بس هي شاطرة. هل أنت هيدا النوع من الخدام؟ أم أنت من هيدا النوع من الخدام، من الفرسان؟ بس الفرس ليصير فرس بده يتروض، والفرس ليصير فرس بده يخدم، والفرس ليصير فرس بده ينكسر. بتعرف بأنه ما في فرس بيقدر يطلع عليه فارس قبل ما يكسره، لأنه بيكون أول شيء فرس شو؟ وحشي. وبعدين بيتروض. بتعرف شو يعني يتروض؟ أنك تكسر له إرادته. ما أسمعني؟ أنه حدا يطلع يقعد على ظهره، عم تكسر له إرادته. بس النهار اللي بتكسر له إرادته صار الفرس خاضع للي عم بيقوده. إنها سنة الخدمة. لكن سؤالي اللي قالك اليوم في هذه بداية هذه السنة، هل أنت مثل النعامة أم أنت مثل الفرس؟ فكر فيها شوي صغير. خلينا نروح مع بعض. وللحديث بقية. ارفع يديك أمام الرب. خلينا نشكر الرب مع بعض يا أحبة في هذا المساء وفي بداية هذه السنة اللي يا رب غير حياتي. ما بدي بس أعطي ضجة وكل
بكون سريع، لكن أول ما بصير مشكلة بحط راسي بالأرض بعمل حالي مش موجود. يا رب ارحمني، اشبع جوعي يا رب، اشبع الجوع لجواتي، مش باني انهش الآخرين، لكن باني يا رب اتصيد نفوس مثل ما مكتوب. هيك مكتوب بانه رابح النفوس حكيم، قال الرب ما عطى حكمة للنعامة. مشان هيك ما بتعرف قيمة العاج اللي بيطلع منها، ما بتعرف قيمة ولادها. يا رب اليوم ببداية هذه السنة بدي أكون مغير، ما بدي أكمل عيش مثل عادة، مثل ما بعيش كل حياتي. يا رب مقرر أنا هاي السنة تكون سنة عظيمة بحياتي، مقرر بأني أكون عايش لمجدك، مقرر بأني أكون أمين على كل شيء عم تحطه بين إيدي، من كان صحة إن كان وقت. لأنه مين بيعرف غدا تطلب نفسك منك؟ مين بيعرف؟ مين بيعرف أمتى؟ مين بيقدر يضمن أنه بكرة أنا وياك منوعة؟ مين بيقدر يضمن بأنه هلأ ما بتروح وبصير شيء؟ سمح الله، إن شاء الله الله يعطي طول العمر للكل هون، بس عم بقول مين بيقدر يضمن؟ مين بيقدر يضمن حياته لو دقيقة؟ لو دقيقة بعد قسيس صديقي الحقيقة هون، قسيس الناصري، مات وعم بيعمد الناس من شي 4-5 سنين لورا بقلب حوض المعمودية، نزل واحد مات. مين بيعرف؟ مين بيعرف امتى رب بيقول لك خلص وقتك؟ واليوم سؤالي لك الواحد هون، هل انت جاهز؟ هل انت بتقول له يا رب انا مش راح اطلع لحالي على السما، لكن مجرجر معي الاف الناس، لانه هدول الشيء الوحيد اللي بقدر ياخذه معي لفوق، هذا الشيء الوحيد اللي بقدر ياخذه معي لفوق. يا قدوس يا قدوس يا قدوس يا قدوس، هاليلويا. ترفع ايديك يا رب، اليوم في كثير اوقات صرفت مثل النعامه، هملت دعوتي، هملت ولادي، هملت حياتي، هملت الخدمه، رفرفت بجناحي وبينت هيك عن جلال وعظمي وشغلي وكبريائي بين، واوقات كنت مثل النعامه حطيت راسي بالارض واعتقدت انه انا ما خصني بكل شيء وما دخلني وأنا بعيد عن كل هالقصص. لكن يا قدوس اليوم أنا ما بدي أكون هيك فيما بعد، بدي أكون مثل الفرس. متأهب للقتال، مكتوب إن الفرس مستعد للقتال لكن النصرة من عند الرب. علمني يا رب اليوم، علمني دروسك سيدي، علمني افهم يا رب مواعيدك، علمني كيف كون خادم. اذا ما اجاني فرصة ان اخدم هون مش معناته ان انا مش خادم. علمني اخدم بالمعمل، علمني اخدم بالوظيفة، علمني اخدم بالبيت، علمني اخدم بالسوبر ماركت، علمني اخدم بين الناس، علمني اخدم بالشارع انا وعم سوق سيارتي. علمني يا رب انه صورتك تظهر فيي وين ما بكون، والناس تقدر تشوف فيي شيء غير، شيء غير عن اللي بيشوفوه عادة بين كل الناس. مبارك هو الآتي باسم الرب. تعال نقولها مع بعض. مبارك هو الآتي باسم الرب، الآتي باسم الرب. مبارك هو الآتي باسم الرب، الآتي باسمه. تعال ربنا وامتلك عرش القلوب سيدا، ولتسكن في وسطنا بك نفرح، نشدو مجدا لك يا ربي، أنت مليكنا. مباركون
باسم الرب الآتي به. باسم الرب ركون الآتي. باسم الرب الآتي باسمه الآتي باسمه الآتي باسمه. نعم إن مفتاح النجاح والانكسار والتواضع، كما أن مفتاح الفشل هو الكبرياء وتضخم الروح. سيدي اليوم علمنا في هذه السنة أن نصبح خدام لكل الناس، مثل ما قلت يا رب أنا لم أأتي لكي أخدم بل لكي أخدم وأبذل نفسي فدي عن كثيرين. خذ يد الشخص اللي حدك يا أحبة، صلي من أجله، صلي من أجله. هلأ قال يا رب عملنا مع بعض فريق واحد. إذا في شيء بعد جواتك تجاه حدا في بداية هذه السنة، قرر بأنه ما يكون في شيء عندك على حدا وما يكون في حدا له شيء عليك. رد كل ديونك، ديونك مش بس المصاري عم بقصد، لكن إذا في شيء جواتك حامل شيء حقد نميمة عار عم تنهش بحدا باسم يسوع اليوم، قال يا رب اليوم صفي قلبي كليا. ما بدي هذه السنة تكون عم بتكمل سنة 2016، بدي إياها تكون بداية جديدة، بداية جديدة يا رب لنجاحك، بداية جديدة لخطتك بحياتي، بداية جديدة يا رب لعملك فيه إلى أن تعود. مبارك هو الآتي باسم الرب. كل شعب الله يقول أمين ثم أمين. نعمة ربنا يسوع ومحبة للآب شركة روح قدس تكون معي ومعك إلى أن يعود الرب بسحاب المجد. اجتماعنا انتهى، أراكم الأحد إن شاء الله صباحا.